أدب، أخلاق، صوت واطي، ريحة حلوة. حاضر. لدغة كيوت، والبنات بتتجنن لما تشوف. إيه يا جماعة، هيسوق ده ولا هيتجوز؟ إيه ده، حازم إمام؟ طب ممكن أخد صورة معاك؟ ممكن، بس ممكن تبوت حزام الأول. حاضر. حضرتك أنت ليك أخوات ولاد؟ ليا واحد أكبر. وحضرتك أنت بتتعصب زينا كده؟ خفيف خفيف يعني. طب بتعمل إيه لما حد بيكسر عليك؟ ولا حاجة. تسيب الأخلاق العالية في السواقة. الله عليك يا حبيب والديك. هو الواحد مننا بيطلب أوبر ليه غير عشان الحاجات الحلوة دي كلها؟ خليك مع أوبر، مشوارك هيبقى في الكون. أوبر عاملة مناطق تشجيع لمصر في القاهرة واسكندرية، نورونا في الأرينة، والفرجة والتوصيلة علينا. أنت بتساعد مراتك في البيت؟ ساعات أكيد. موضوع صعب إنها تتحمل لوحدها كل حاجة. طب أنت بتعرف تطبخ؟ بعرف خفيف يعني، قعدت شوية وأنا بلعب، كنت عايش لوحدي فتعودت شوية، بس دلوقتي لأ طبعا يعني قليل، بس بعرف لو اتزنقت يعني. طب مين في بناتك سوسة؟ عندي الاتنين الصغيرين مش سهلين يعني، الصغيرة والوسطانية جامدين في الحتة دي بصراحة، عين كبيرة هي اللي كويسة طيبة يعني.